بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا والله عزيز ذو انتقام. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقنطرة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج مطهرة
الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون يدعون إلى كتاب فكيف
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في وتولد النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما
ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض لله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وما عملت من ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع
قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك
تلك ذرية طيبة قال رب هب لي سميع الدعاء إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر بيحيى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب بأنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسول
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم والذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون
اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا
فلا تكن من الممترين. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. فقل تعالوا ندع أبناءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق. وما من إله إلا الله. وما من إله إلا الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله. فإن تولوا
فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده لم تحاجون في أفلا تعقلون أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ها أنتم ها حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي
تلك الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم والله
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم
ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون وهم يعلمون ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر
الكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل قل آمنا بالله وما إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط
الأشباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن
الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة
فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله. لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا.
من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم
كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
الحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا حبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وحبل من الناس ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل من أهل الكتاب أمة في هذه الحياة الدنيا
كمثل ريح مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا لو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور إن تا
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصركم سيئة يفرحوا بها إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم والله سميع عليم إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف إذ تقول للمؤمنين ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بلى إن تصبروا
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من الذين كفروا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا للكافرين
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب نؤتيه منها. وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وما كان
قولهم إلا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يا أيها الذين آمنوا كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما ومأواهم النار. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ما أراكم ما تحبون. حتى
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل
كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت والله
يعملون بصير والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسحت
بسخط من الله ومأواه جهنم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبئس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أولما أصابت مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول
أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم لن يضروا الله شيئا ولهم
يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سنكتب
نكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الذين قالوا الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إن في خلق السماوات
الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعون
خاضعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله